يا هلا بالحلوين، عاملين ايه؟ فيديو النهارده ملخص مسلسل بداية حب، الجزء الثاني. هو الصيني ومتصنف درامي رومانسي. لو عاوزين تعرف احداث الدراما كملوا معانا الفيديو للاخر. وصلوا الفيديو 1000 لايك عشان ننزل ملخص الجزء الثالث في اسرع وقت ممكن. وقبل ما نبدا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وانتظروا فيديو جديد على القناه الساعه 9 كل يوم بتوقيت مصر. وتفاعلوا معانا دايما وعلقوا اكتر، اكتر اتنين بيتفاعلوا ويعلقوا كتير هو الاسماء مهزر تعليقاتهم في اول كل فيديو، والناس اللي بتكتب لي تعليقات حلوه وحاطه تعليقاتها في اخر كل فيديو. واحب اشكر النهارده الأميرة وملك على دعمهم المستمر ليا، واحنا بنطور من نفسنا عشان خاطركم يا حلوين. وخلينا قناة وورد اوف انمي قناة خاصة لقصة الانيميشن الجديدة، وقناتنا التانية وورد اوف اكشن غيرنا محتواها لملخصات مسلسلات كوري وصيني مختلفة عن هنا. هسيب لكم الروابط في صندوق الوصف في التعليق المثبت، ادخلوا ادعمونا هناك واتفرجوا عليهم هيعجبكم قوي. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا بينا على النبي واشكروا الله، ويلا نبدأ احداث الدراما مع بعض. الجزء الثاني بيبدأ لما بيدخل اخو زينج ورا ريمان بيقول لها انت زعلانة؟ بتقوله لا طبعا، انا ولو تشانج مجرد زوج وزوجة بالتعاقد، لا اطيق انتظار اطلاق سراحي واتطلق منه اخيرا. بيقول لها انت عاوزة تتطلقي؟ بتقوله ايوة، بس هو قال لو اتطلقت منه دلوقتي مش هيديني اي حاجة من الممتلكات. بيقول لها يعني علشان المال بس؟ بيقول لها انا هساعدك بس ما تخليش حد يعرف. بتقول له اكيد انت بس اللي هتكون عارف السر دوت. ولو تشانج بيجي وبيشوفهم سوا وبيتصدم وبيتضايق، وهنا لو تشانج بيقول لها انتوا بتعملوا ايه يا رفاق؟ جيانج تعالى معايا انا عاوزك. وفعلا بتمشي ريمان وبتوقفها زينج وبتقول لها ريمان لماذا لا تتطلقي؟ لامتى هتفضلي عاوزه تسرقي مال الاخ لو تشانج؟ بتقول لها انت مين اللي قالك كده؟ هو اللي بيعتمد عليا، انا ما اكبرتوش على حاجه، بس انت دلوقتي عاوزه تبقي طرف تالت. بتقول لها قولي كده انا طرف تالت، انا بس عاوزاكي تسيبي الاخ لو تشانج في حاله وتطلعي بره العيله بتاعت لو نهائي، انت عارفه ان هو مش بيحبك. بتقول لها بجد انت عارفه ان هو مش بيحبني؟ امال انت متضايقه ليه دلوقتي؟ بتقول لها انت عارفه يعني ايه لو لو تشانج بيعتمد عليا؟ ده شيء جيد جدا معايا. بتقول لها زينج ريمان انت واقحه جدا. بتقول لها انا بس عاوزه اعرفك انك تهتمي بنفسك اولا، علشان لو تشانج قال ان الطفل مش طفل ولسه هتمشي. وبتقول لها بكره هياخدك تعمله تحليل. بتقول لها ريمان قل منه هو فعلا يا ريمان لا تذهبي، وبتمسك ايديها. فبتقوم ريمان بعد ايديها، فبتقوم زينج عامله نفسها ان هي وقعت من على السلم وبتقول طفلي لو تشانج هي ريمان لا تريد طفلي تشانج. ريمان قاسيه جدا اتجرأت ان هي تسقط طفلي. بيجي لو تشانج وبيقول لها ايه الخطأ؟ بتقول لها هي مش عاوزه طفلنا. وبتقول لها زينج كلامك غير منطقي على فكره، انا لم ادفعك على الاطلاق لقد وقعتي بنفسك. بيقول لها ريمان اسكتي كده كتير. زينج قومي يلا هاخدك الى المستشفى. وبياخدها وبيقول لريمان افتكري تروحي اجتماع مندوبي دار الايتام بكره. وفعلا بتروح ريمان الاجتماع وبتكون قاعده لوحدها لحد ما بتسمع ان لو تشانج وصل، فبتطلع تجري عليه وبتقول له انت جيت هنا ازاي؟ بيقول لها زينج لسه في المستشفى، النهارده في زبون مهم جدا. بتقوم قايله له المريضه قادمه علينا اهي. وبتيجي هنا زينج وبتزقها وبتقول له انا هنا. وبتقول لها ريمان انت مش عاوزه تتاسفي مني حتى؟ بيقول لها لو تشانج زينج انت جيتي هنا ازاي؟ بتقول له انا بقيت قادره خلاص استحمل الالام بتاعت معدتي، قلت اجي لمرافقتك للكلام عن المشروع سوا. وهنا بيجي راجل عجوز بيتسند عليها، بتقوم زقاه وموقعاه في الارض وبتقول ايه ده هدومي كلها اتسخت. وريمان بتقول له انت كويس؟ وبيجي هنا المندوب اللي جاي عشان الاجتماع وبيسلم على لو وبيقول له انا لو تشانج رئيس الشركه. وزنج بتقول له اهلا انا. بيقول لها اه انا شفت انت مين خلاص، انا ما بتكلمش مع الناس اللي ما عندهاش رحمه وعاطفه، بالنسبه ليا المشروع دوت هتكلم فيه مع انسه اخرى غيرك. وفعلا بيبدا الاجتماع والمندوب بيقول لريمان احنا بنولي اهميه كبيره لمشروع دار الايتام، علشان كده هننهي التعاون معاكو. بتقول له ريمان ليه؟ هو حصل حاجه مش مرضيه ليك في الشغل؟ بيقول لها احنا كنا بنشتغل مع الجد، لكن دلوقتي السيد لو هو شخص غني لم يتعلم معاناة البشر، مجرد شاب مرفه، علشان كده انا لست واثق فيه. بتقول له بس اعتقد ان انا موجودة في مشروع دار الايتام والاتنين ما يفرقوش اي اهمية عن بعض وبشتغل زي الجد بالظبط. بيقول لها بس قدرة السيد لو واضحة جدا للكل، لو ما كنتش انت والجد كانت هتبقى فوضى عارمة. بتقول له انا فهمتك انت عاوز ايه، بس انا عاوز اطمنك على حاجة، احنا مش هنتطلق علشان انا حامل في طفله وطفلنا هيتمنح منزل كامل مطمئن. وطبعا الراجل بيتصدم من الكلام ده. وهنا بيوصل الخبر للو تشينج وبيقول لها ايه ده بجد؟ مين اللي سوى التعاقد معاه؟ انت بتقول ريمان بجد؟ وبيقول له معقول خلاص وبيقفل. وبيروح لريمان اللي قاعده بتشرب وبيقول لها بقالك 4 ساعات بتدرسي الملفات، حان الوقت لاخذ استراحه. وبيديها عصير وبيقول لها ايه رايك ليس سيء صح؟
ده مختار خصيصا ليكي. بتقول له ايوه حلو بس انا فعلا عاوزه ارتاح. بيقول لها ما كنتش متوقع تكوني رائعه كده والتفاوض على مشروع دار الايتام بالشكل دوت. بتقول له انت مفكر ان انا هنا بالسهل كده؟ انا وصلت لهنا بمساعده جدي. بيقول لها بس لازم دلوقتي تعتني بزنج شويه علشان هي فقدت الوعي مره تانية ورجعت المستشفى. بتقول له انا اخد بالي منها ليه؟ مش انا اللي زقتها؟ بيقول لها علشان هي ما عندهاش حد. بتقول له خلاص موافقه هساعدها. بيقول لها ليه؟ بتقول له الشركه دي اسسها الجد وانا بعمل كده علشانه. بيقول لها افتكرت علشاني انا. بتقول له انا عملت كل دوت وحفظت القايمه دي كلها علشان في الاخر تيجي تشكرني بمجرد ازازه مشروب واحده. بيقول لها مش كفايه طبعا صح؟ وبيطلع 5 زجاجات. وبيقول لها طب وكده كفايه؟ بتقول له لا طبعا. بيطلع لها ماسك كوري. بيقول لها طيب وكده؟ بتقول له لا. بيلمس شفايفه فبتقول له ايوه كده كفايه. بيقوم مقرب منها ومقبلها. وتاني يوم بتروح ريمان المستشفى لزنج وبتقول لها زنج بتعملي ايه هنا؟ بتقول لها انا هنا علشان اعتني بيكي. بتقول لها انت اللي عملتي فيا كده انا وابني. بتقول لها هو انت كنت ناويه تثبتي ازاي ان الطفل ابن لو تشانج؟ بتقول لها خلاص ما كل حاجه راحت هثبت ايه بقى؟ بتقول لها علشان انت ما كانش معاكي اي اثبات ان الطفل ينتمي لو تشانج اصلا، عشان كده قررت انك توقعي نفسك عن عمد وتلبسيها فيا. بتقول لها ايوه يا ريمان انت مش غبيه انا عارفه دوت، انا عاوزه بس الاخ لو تشانج يكرهك ويرميكي بعيد عن عائله لو. وبتخبطها فبتصرخ ريمان فبيدخل وجيانج الأوضة. وزنج بتقول هي اللي بتتكلم عني، هي اللي عملت كده في طفلي علشان تزعجني، هي اللي عملت كده. بتقوم ريمان مشغلة تسجيل لكلامها وهي بتقول لها أيوة مش ابنه بس أنا عملت كده علشان أخد مكانك وتطردي برا العيلة. فبتقول زنج أخي لو تشانج أنا كذبت عليها الطفل منك صدقني أنت. بيقول لها زنج كفاية مساعدة أخوكي ليا انتهت المرة دي خلاص، دي المرة الأخيرة اللي هستحملك فيها. وجيانج بياخد ريمان ولسه هيطلعوا بيقول لهم لو تشانج انتوا رايحين فين؟ بتقول له ما تجيش خليك جنب زنج واهتم بيها انت. وبتطلع وبتقعد مع جيانج اللي بيقعد يعالج جرحها وبيقول لها ريمان عاملة ايه دلوقتي؟ بتقول له بخير. بيقول لها انا معجب بيكي. بتسكت. بيقول لها في الواقع طول الوقت كنت شايف انك متحمسة اكتر من اي حد، انا بتكلم عن التسجيل. انك متسامحة اكتر من كده، انا بتكلم عن التسجيل. ريمان في خيالي لن تفعل شيء مثل هذا ابدا. بتقول له لما الواقع بيزنق الناس في الزاوية لازم نبدأ نغير من نفسنا. بيقول لها وانت بتتغيري؟ لو جرحت نفسك مرة تانية هكون انا حزين على دوت. فبتقول له شكرا ليك جدا يا جيانج. وهو بيقرب منها وبيدخل عليهم لو تشانج وبياخد جيانج وبيقول له انت ازاي عملت كده امام الناس؟ فبيقول له تقصد ايه؟ بيقول له انك سحبت زوجة اخوك ليس امر جيد نهائي. بيقول له اه فهمت انت غيران عليها. وبيسيبها وبيمشي. ولو تشانج متعصب جدا وبيدخل يكلم ريمان وبيقول لها انت ليه فضحتي زنج؟ بتقول له بدل ما تقول هي ايدك بخير عاوزني ما كشفش كذبها كنت عاوزنا تفضل معاك لحد ما تولد ولا ايه؟ لا واضح انك مريض نفسي خايف على زنج الصغيرة تتأذى، انت حاسس بالسوء علشانها. وبتسيبه وبتمشي وهي متضايقة جدا منه. وبترجع البيت وبتقف مع جيانج اللي بيقول لها الطفل بصحة جيدة ما تقلقيش. فبتقول له تمام. ولسه هتمشي بيسألها هو انت علشان لو تشانج فضحت زنج دلوقتي؟ بتقول له انت ليه بتسأل سؤال زي ده فجأة؟ بيقول لها بعد وفاة الجد واضح انك اتغيرتي فعلا. بتقول له قال لي جدي قبل وفاته ان انا لازم اعيش لنفسي. بيقول لها طيب هو انت بتحبي لو تشانج؟ بتقول له انا مش عاوزة طفلي يتولد من غير اب. بيقول لها يعني ايه؟ يعني انت شايفة ان هو هيكون اب جيد لطفلك؟ بيدخل هنا لو تشانج وبيقول له انت تقصد ايه؟ فبتمشي ريمان وهو بيدخل يقول لجيانج كده كتير انت اتجوزت حدودك معايا. بيقول له لا انت عاوز تتطلق منها وانا بحاول اساعدك على ده. فبيخنقه وبيقول له مش هتطلق منها وانت ايه علاقتك بيها؟ بيقول له انت مش عاوزها يبقى متخليش حد غيرك يطلب دوت. فبيخنقه وبيقول له ما تكونش متسلط اكتر من كده دي زوجة اخوك في النهاية. بيتعصب وبيسيبه وبيمشي. هو بيقول ريمان هعتني بيك النهاردة. وفي الوقت ده ريمان بتروح بار مع صديقتها اللي بتسألها انت مش راضية تشربي ليه؟ بتقول لها انا حامل في 6 اسابيع. بتقول لها ازاي؟ بتقول لها فاكرة اليوم اللي سكرت فيه معاكي من فترة ولو تشينج اجي علشان ياخدني البيت اليوم دوت وبيبان ان هم قضوا الليلة سوا وهم سكرانين. بتقول لها اه بس هو انت بتحبيه؟
بتقول لها مش عارفة بس أنا حامل منه دلوقتي، والصراحة أنا عاوزة الطفل ده جدا، وعائلة لو دلوقتي في أزمة، مش هينفع إن أنا أمشي وأسيبه. بتقول لها بس الجد لو اللي كنتي قاعدة علشانه مشي خلاص، هتفضلي انتي معاهم ليه؟ وهنا بيصورها شاب وبيبعت الصورة لزينك اللي بتقول عاوزاك تعمل فيها اللي اتفقنا عليه. بيقول لها تمام، وبيقرب من ريمان وبيرخم عليها. بتقوم بيقول لها ايتها الجميلة يلا نتعرف انا وسيم جدا، وهي بتقول له ابعد عني، لحد ما بيجي لو تشانج وبيمسك ايده وهي بتتصدم، وبيقول له الشاب انت مين، ابعد عن هنا. فبيقوم له ضربه، وبيفضلوا يضربوا في بعض الاتنين لحد ما بتحاول ريمان ان هي تدافع عنه، وفي الاخر بتمسك بطنها وبتقول مش قادرة استحمل اكتر من كده، وبتقع. وبيخلص ملخص الجزء التاني عن النهاية الحماسية دي. وصلوا الفيديو 1000 لايك عشان ننزل ملخص الجزء التالت في اسرع وقت ممكن. وبس اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واعملوا لايك للفيديو ان شئت بيفرحني جدا، ودي تعليقات اكتر ناس بتتفاعل وبتعلق معايا الفترة دي. شكرا لكم جدا يا حلوين على تعليقاتكم الايجابية زيكم، على كلامكم الحلو، على دعمكم المستمر ليا. وبس يا ريت تنوروني في المنتدى، بنزل هناك روابط ملخصات مسلسلات جميله قوي، مسلسلات كوري ومسلسلات صيني على قناتنا دي وعلى قناتنا التانية وورد اوف اكشن. متاكده ان هي تعجبكم. عايزكم تدخلوا على قناتنا التانية وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس واعملوا لايك للفيديوهات هناك. هتلاقوا ملخصات مسلسلات جديده، ملخصات جديده بتنزل هناك لمسلسلات جديده اول باول. بسيب لكم دايما الروابط اول باول برضو في صندوق الوصف التعليق المثبت. وبالنسبه لقناتنا الثالثه وورد اوف انمي، عايزكم تدخلوا وتشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس، وبرضه تتفرجوا على الملخصات هناك. بدأنا ننزل فيها ملخصات انيميشن رعب بتجنن، في قصة جديدة اسمها ما وراء اللعنة بدأنا ننزل فيها، نزلنا الجزء الاول وباقي الاجزاء هتنزل الاسبوع دوت ان شاء الله. وفي قصة قديمة نزلت كاملة مكونة من 3 اجزاء، وهي قصة القط الملعون، قصص رعب كده تجنن بقى، حاجة كده للسهرة. متأكدة ان هي هتعجبكم. هسيب لكم برضه الرابط في صندوق الوصف التعليق المثبت، ما تنسوش تدخلوا تدعمونا هناك. وبس يا حلوين، شكرا جدا على دعمكم مستمر ليا، لان ده شيء بيفرحني جدا. وبس ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتشكروا الله، واشوفكم في فيديو جديد يا اماراتي. باي باي.